بركاته. احنا بنصبح على كل المشاهدين، واحنا النهارده دلوقتي في اليوم الثالث، في بدايه اليوم الثالث لاقتراع المصريين في انتخابات الرئاسه 2024 في غرفه عمليات الهيئه الوطنيه للانتخابات، وبنتابع العمل عن كثب. احنا كل اللجان الفرعيه بالفعل تم الفتح، اخر لجنه تم فتحها اللجنه 28 في الوراق، كانت الساعه 10:30، وكان نتيجة حدوث بس حادث للسيد رئيس اللجنة، ولكن الحمد لله تم الوصول للجنة وتم فتحها. أنا تلقيت شخصيا شكوى من أحد المواطنين بأن في مدرسة اللجنة الفرعية 83 مدرسة شهيد سامي شاهين في الصنافين منيا القمح الشرقية بعدم الفتح، وتواصلت مباشرة مع رئيس اللجنة وتبين أنه هو متواجد وبيباشر العمل ووجود ناخبين. الأمور تجري على قدم الوساق، في إقبال ملحوظ مش كثيف بس ملحوظ إن في إقبال في اليوم الثالث. إحنا مستمرين إن شاء الله حتى نهاية اليوم الساعة 9 مساء لتمكين كافة المواطنين بإدلاء بأصواتهم، وبشكر كافة جموع الناخبين من النزول، وبدعو كل المواطنين للمشاركة والنزول حتى تمام الساعة 9 مساء اليوم إن شاء الله. صباح الخير على حضراتكم. مع المستشار عبد العظيم بيه العشري رئيس اللجنة اسم أول المنصورة، سيادتك حطنا إيه الموقف عند حضرتك وكل اللجان عند حضرتك انتظم العمل فيها؟ الله يكرم سيادة المستشار. أولا بنشكر الجهد العالي اللي معاليه قائم بيه والسادة الزملاء القادم. اللجنة الأولى اسم أول المنصورة، 45 لجنة فرعية، العمل منتظم والحمد لله رب العالمين. اليومين الماضيين السادة المستشار في كثافة عالية جدا من السادة الحكومة، وما عندناش أي مشكلة في حقه. يا فندم شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا متابعين مع حضرتك ان شاء الله حتى نهاية اليوم بإذن واحد احد. شكرا فندم. مع المستشار أسامة بيه الغندور رئيس اللجنة أول، رئيس اللجنة العامة أول للزقازيق. صباح الخير فندم. المايك يا باشا، المايك فن. الحمد لله ساعتك. السلام عليكم. الحمد لله الامور مستقره والعمل استمر من قبل الساعه 9 ان شاء الله، البهواتنا موجودين والعمليه الانتخابيه تسير على اكمل وجه باذن الله. يعني الدنيا موقعه ان شاء الله. عدد اللجان الفرعيه اللي عند سيادتك يا فن؟ اللجان الفرعيه 17 ساعه وتم فيها العمل من الساعه 9. تمام يا فندم. بدون اي معوقات والامور على اكمل وجه الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للسادة القضاة المشرفين والجهد مبذول. شكرا يا فندم. مع المستشار احمد بن نجار رئيس لجنة العامة اول كفر الشيخ. مع المستشار محمد بيه ابو الخير اسم اول شبرا الخيمة. احمد بن نجار معانا. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. سيادتك رئيس اللجنه العامه اول كفر الشيخ. عدد اللجان الفرعيه التابعه لاشراف سيادتك. اللجنه الفرعيه الحمد لله بتوفيق ربنا تم فتح اللجان في مواعيدها والعمل يكمل تماما. تمام يا فندم، شكرا جزيلا ومتابعين مع حضرتك. شكرا. مع المستشار محمد بيه ابو الخير رئيس اللجنه العامه اول شبرا الخيمه. طبعا خير يا فندم، الموقف عن سيادتك ايه؟ هنا لجنة اسمها وسخرة القيمة، قوامنا 47 لجنة فرعية و 435 ألف ناتج. العمل مستمر كويس جدا، حضور يشهد كثافة يعني سابقة يعني في هذا الحضور، وإن شاء الله الجهد كلها مستمرة تعمل بانتظام من فتح اللجنة حتى رقيها لاستقبال النخب. بالتوفيق يا فندم، احنا مع حضرتك ان شاء الله لغاية تمام الغلق ان شاء الله. شكرا يا فندم. مع المستشار احمد بيه عبد الجواد رئيس اللجنة تاني، رئيس اللجنة العامة لتاني طنطا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اللجنة العامة لاسم تاني طنطا قوامها 25 لجنة فرعية، مجهزين سعادتك استقبال 192,535 ناخب. من عدم وجود لجان وافدين يا فندم بالدائره نظرا لطبيعه اسم تاني انه منطقه سكنيه لا تحتاج للجان وافدين،
منتظم العمل بكافه اللجان الفرعيه منذ اليوم الاول عند فتح اللجان، وفي النهايه بعد انتهاء اخر ناخب بعد المواعيد. اللجنه لم تشهد اي معوقات في تسيير العمل سيادتك. لم تتلقى اللجنه العامه اي شكاوى من الساده المواطنين. سيد رؤساء اللجان الفرعيه بيقوموا بالتسيير الكامل على السيد المواطن للادلاء بصوته. تشهد لجنه اسم تاني اللجنه العامه واللجنه الفرعيه كثافات كبيره منذ اليوم الاول حتى الان. وفي المجمل سعادتك بتجرى عمليه الانتخابات بمنتهى التعاون بين الاجهزه التنفيذيه والامنيه في تسيير حركه المواطنين، وطبعا سيادتك بعد او تحت نظمه قواعد الهيئه الوطنيه للانتخابات. شكرا جزيلا معالي الاستاذ احمد بيه، وشكرا وجهد مشكور، ويعني بنوصل شكرا للهيئه كلها لحضراتكم جميعا. شكرا يا فندم. شكرا. معالي المستشار صلاح بيه ابو الفتوح رئيس لجنه العامه مركز الشهداء. صباح الخير يا صلاح بيه. الصوت يا فندم، المايك مقفول. المايك اتفضل. صباح الخير يا فندم. سعادتك، انا اللجنه العامه رقم 7 مركز الشهداء منوفيه، عندي 50 لجنه فرعيه باجمالي اصوات 218202 صوت. العمليه الانتخابيه تجري على قدم وساق في مركز الشهداء، الاقبال غير مسبوق، والسادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية يبذلون جهد يعني جهد مكبر جدا، لدرجة ان احنا كلجنة عامة بننزل نساعد وبننزل نفك الزحامات، وفي تعاون كامل من الاجهزة الامنية والتنفيذية طبعا تحت مظلة رعاية الهيئة الوطنية للانتخابات. شكرا فندم. هو فعلا احنا بنتلقى فعلا الشكاوى دي من اول امبارح بشان الكثافات، وان كل الرؤساء اللجان العامه بالامانه يعني بينزلوا وبيعملوا نوع من انواع تنظيم التقاطر للمواطنين، وده جهد مشكور فندم. شكرا. مع المستشار شكرا فندم. مع المستشار ايمن بيه ممدوح رئيس اللجنه العامه قسم بني سويف. ايمن بيه ممدوح. مع المستشار محمد بيه عثمان رئيس اللجنة العامة اسم تاني الفيوم. صباح الخير معالي المستشار. صباح الخير يا فندم. اللجنة العامة قسم تاني الفيوم بينتظمها 13 لجنة فرعية قوامها 132,000 ناخب تقريبا. العمل بيسير بصورة مرضية جدا، والكثافة مرضية جدا، والكثافة بتزداد يوم بعد يوم، يعني اليوم التاني شهد كثافة أكثر من اليوم الأول، ولم نرصد أي مخالفة ولم نتلقى أي شكوى من أي مندوب أو وكيل لأي مستشار مؤسسة. طب شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا لحضرتك، ومع حضرتك برضو متابعين حتى نهايه اليوم الثالث ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. معالي المستشار عماد بيه عبد الحميد رئيس لجنه المتابعه لمحافظه الدقهليه. الصوت يا فندم، الصوت. الصوت يا معالي عماد بيه. المايك مقفول. تفضل يا فندم. تفضل يا معالي عماد بيه. تفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم، كل سنه وسيادتك بخير، والزملاء مع معاليك في الهيئه الوطنيه جميعا بخير وسعاده. الحمد لله سعادتك، احنا هنا في الاهليه عندنا 24 لجنه عامه، 947 لجنه فرعيه، وسيادتك العام في كل الليان الحمد لله رب العالمين بيسير طبعا على قدم وساق، والفضل طبعا لله اولا واخيرا، ثم الساده اعضاء الهيئه القضائيه والقضاة على مستوى اللجان الفرعيه واللجان العامه، كل واحد بيقوم بالدور المنوط به بل ويزيد، والحمد لله رب العالمين لم نرصد اي مخالفات ولا اي شكاوى، وكل الجهات هنا ساعات متعاونه جدا في هذا الامر. حضرتك ان شاء الله بقى لغايه اما ناخد ان شاء الله تمام الغلق وبيد الفرز ان شاء الله في محافظه الدقهليه. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع المستشار اسامه بيه شمرده الرئيس لجنه المتابعه في محافظه الشرقيه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير معلم. الو. صباح الخير يا فندم، سامع سيادتك يا فندم. مع سيادتك معالي اسامه بيه. معالي اسامه بيه. طيب قبل ما ممكن مع... طب حامد بيه عساوي رئيس لجنه متابعه كفر الشيخ محافظه كفر صباح الشيخ. صباح الخير. اتفضل يا فندم. ازيك يا حامد بيه؟ صباح الخير. ازي معاليك؟ ازي سعادتك؟ اتفضل يا فندم. بدايه شكر وموصول لسعادتك ولجميع الزملاء اعضاء لهيئه الحياه الوطنيه للانتخابات
على وجودكم المبذول ودعمكم المستمر لنا كلنا على مستوى الجمهوريه بدايه يعني. يا رب خليك. واقول لمعاليك بالنسبه لمحافظه كفر الشيخ فيها 14 لجنه عامه يتبعهم 524 لجنه فرعيه منهم 5 لجان للوافدين. والحمد لله لم نحصد اي شكاوى منذ اليوم الاول متابعه مع سيادتك اول باول الساعه بالساعه سوى هي الكثافه فعلا الحضور الكثيف والكثيف جدا وخاصه اليوم الاول والثاني. واليوم برضو شاهدنا حضور وان كان ليس بذات الكثافه بالامس لاننا نعمل جميعا ان يكون بذات الكثافه باذن الله تعالى. ان شاء الله. ومن خلال سعادتك عايز اقول حاجه معاليك احمد بيه بعد اذنك عايز نشكر كل اهالي ومواطنين محافظه كفر الشيخ. عاملين ملحمه فعلا بمعنى الملحمه الوطنيه بمعنى الكلمه. وده وضع غير مسبوق لمحافظة كفر الشيخ. وأنا برضو بتوجه من خلال سيادتك الشكر الكثير جدا لكل زملائنا الرؤساء اللجان الفرعية لما تحملوه خلال الأيام دي وبإذن الله متحملين طوال اليوم حتى تمام عملية التصويت. وبرضو ما يفوتنيش من خلال سيادتك أن احنا نشكر جميع الأجهزة سواء الأمنية أو التنفيذية ان الكل فعلا تضافرت جهودهم من اجل التيسير على المواطنين الادلاء باصواتهم في حاله يسر وخاصه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. بشكر حضرتك على المتابعه وبرضو من كلام حضرتك بكمل انا بشكر كافه مواطني جمهوريه مصر العربيه لمشاركتهم وتفاعلهم الايجابي ونزولهم وان هم بشروا حقوقهم السياسيه وبندعو كافة المواطنين لهم حق الإدلاء بصوتهم للنزول والإدلاء بصوتهم. احنا مستمرين العمل في اليوم الثالث حتى الساعة 9 مساء وتمكين كافة المواطنين المتواجدين للإدلاء بصوتهم. بشكر حضرتك وبشكر حضرتكم جميعا. بالفعل يا فندم ان شاء الله ارصد المحرات يا فندم زي ما عليك اطلقت عليه. دي حقيقة يا فندم وتكاتف الجميع للخروج للإدلاء بصوتهم ده يعني حق المواطنة. شكرا يا فندم. مع المستشار ابراهيم بقى عبد الخالق شكرا فندم. مع المستشار ابراهيم بقى عبد الخالق رئيس لجنه العامه المطريه بالقاهره. طيب عامه احنا متابعين مع حضراتكم ان شاء الله ساعه بساعه الكثافات يعني الحمد لله مرضيه الامور يعني ماشيه في سياق منضبط. كافه الساده الرؤساء اللجان الفرعيه تواجدوا من الصباح الباكر انتظام العمل في كل اللجان الفرعية بدعوا كافة المواطنين للنزول والمشاركة لحقهم في مباشر حقوقهم السياسية وده حق من حقوق المواطن اللي يجب أن يتمسك به. بشكر حضراتكم المتابعة وهنحيط حضراتكم علما إن شاء الله خلال الساعات القادمة بأي مستجد ومعاكم حتى انتهاء كافة اللجان والغلق وبدء عملية الفرز. شكرا جزيلا للمتابعة. شكرا فندم. شكرا حضراتكم فندم. انا بشكر حضراتكم ومتابع مع حضراتكم ان شاء الله. شكرا شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا فندم. اتفضل. السلام عليكم.